السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو غادي يكون تحفيزي للمنتخب الوطني المغربي قبل مباراة الكونغو اللي باقي لها ساعات قليلة جدا، وكيفاش تفاعل معاه زكي نيبت أمرابط بن عطية حارس. وأيضا غادي نلقاو نظرة على ما يحدث في الكونغو والكثير من التفاصيل المهمة. ونبداو أولا مع باتريس بوميل اللي كان مساعد مدرب هيرفي رونار فاش كان مع المنتخب المغربي، واللي قال بالحرف: اليوم أتمنى الفوز للمنتخب المغربي والتأهل إلى كأس العالم بقطر. أنا بكل قلبي مع المغرب وشعبه. أدري جيدا أن هذه الكأس المونديالية ستكون ساحرة ومميزة. للأسف فأنا لن أكون حاضرا مع منتخب الكوت ديفوار، لكن رؤية المغرب في قطر أمر سيثلج الصدر من أجل اللاعبين الذين جاورتهم لأكثر من 4 سنوات، وكذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نحن جميعا ملتفون بشدة حول المغرب. هيا يا أسود، المزيد من المجهود للتأهل إلى قطر. أيضا نور الدين عبر حسابه الرسمي في الإنستغرام نشر صورة للفريق الوطني عبر خاصية ستوري وعلق عليها: بالتوفيق إن شاء الله، قولوا امين. اما عن امين حارس فتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، وبين قوسين حارس دائما كيتفاعل مع المنتخب، وهذا دليل على عشقه للمغرب. اما عن الكابيتانو السابق المهدي بن عطيه فهو اكثر واحد تفاعل مع المباراه، وحاليا هو في الدار البيضاء وغادي يكون متواجد في المباراه. ووثق بعض الفيديوهات اللي كيشجع فيها المنتخب المغربي، اكيد غادي نخليكم تشوفوهم في اخر هذا الفيديو. اما نور الدين نيبت قال في تصريحاته: التاريخ ينادينا، هذا المشهد يذكرني بلحظات عشناها مرتين، الاولى امام زامبيا والثانية أمام غانا، ولو مع اختلاف في المشاعر يومها وخطورة الموقف، لكن التواجد على بعد مباراة واحدة من المونديال وبالدار البيضاء أحيانا بداخل هذه الذكريات، وفي كلا المرتين ساعدنا ولله الحمد بالتأهل. أما الدولي السابق بيتو الزاكي فقال بالحرف: لا أتصور غير التأهل، لا أعلم ما الذي يدور في ذهن المدرب لأنه الأقرب منا جميعا للاعبيه، لكن في مثل هذه المباريات والمحطات الحاسمة والفاصلة لا توجد كثير من القراءات ولا التخمينات، هنا التأهل يربح ولا يلعب، وأنا أفضل كما قلت مرارا أن نكون بمستوى سيء وننتصر ونتأهل على أن نقدم مردودا مقنعا ويقابل بالإقصاء. وطبعا كل لاعبين والجماهير المغربية وراء المنتخب الوطني المغربي حتى تأهلوا إن شاء الله. وللإشارة فقط، المباراة غادي يكون فيها أزيد من 4000 عنصر أمن لتأمين مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية، وهذا الشيء اللي أعلن عليه ولي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي. أما في الجهة الأخرى، وزير الرياضة الكونغولي سيرجين كونتي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال فيها بالحرف: اليوم الثلاثاء 29 مارس الفهود سيلعبون مباراة حياتهم ضد المغرب بمناسبة إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022. وأضاف أيضا: سنبقى إيجابيين ومصممين على انتزاع هذا التأهل. أيضا مدافع الكونغو الديمقراطية فيتان سيمبا قال عبر حسابه في الإنستغرام: 90 دقيقة لكتابة التاريخ، وما يهمنا طبعا هو المنتخب الوطني المغربي، إن شاء الله غادي تكون نتيجة إيجابية، تفائلوا خيرا تجدوه. كان هذا فقط فيديو تحفيزي على المنتخب المغربي، وكما وعدتكم في الاول نخليكم مع بعض اللقطات ديال المهدي بن عطية وهو يساند المنتخب المغربي في كازا. وكيبقى في الختام رأي ديالكم، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعادة كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامة.